السلام عليكم خوتي اخواتي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من السلسله الرمضانيه رمضان مع اليماني وسفيان في بركان. في هذه الحلقه هذه ان شاء الله غادي نخرجوا للشارع البركاني وغادي نسولوهم سؤال تاريخي على مدينه بركان، واللي يقدر يجاوب على هذا السؤال هذا غادي يفوز معنا بواحد الجائزه قيمه. الان احنا كنتواجدوا بالضبط في شارع بن سينا زنقه الذهب، واحد النقطه خوتي غادي نشيروا لها، يعني ان شاء الله من هنا للنهايه ديال هذه السلسله الرمضانيه في اي حلقه ان شاء الله غادي يكون معنا واحد الفائز. الا قدر شي واحد يجاوب السؤال اللي كنطرحوه في الحلقه تبارك الله، ولا حتى واحد ما قدر يجاوب على السؤال اللي طرحناه يعني غادي نضطروا اخر مشارك غادي نفوزوه ان شاء الله بالجائزه هكذا باش ما نردوش معنا الهديه للدار. وبالمناسبه الناس اللي غادي يفوتوا معنا في اول الحلقه ما يبقاش خاطرهم بالنسبه للهديه. قبل ما نبداو هذا الفيديو خوتي ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، مع الناس اللي كتعرفوهم، الناس اللي يعرفوا مدينه بركان، وحتى الناس اللي ما يعرفوش مدينه بركان. هذه فرصه باش يتعرفوا على التاريخ ديال مدينه بركان. على بركه الله نخرجوا الشارع البركاني ونكتشفوا السؤال وفي نفس الوقت نكتشفوا الجواب. نتلاقاو في النهايه ديال الفيديو خوتي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم كريم عبد العزيز شهوان. سي عبد العزيز، عندنا واحد السلسله رمضانيه كنسولوا الناس في الشارع، سؤال تاريخي عن مدينه بركان. وانت ديجا راك الموقف ديجا راك متبع الحلقه. واه متبع الحلقات الا قدروا تبارك الله ما قدروا ان شاء الله. ان شاء الله يكون سهل ونحاولوا نسهلوا لك شويه ان شاء الله. السؤال ديال هذه الحلقه هذه اش من سنه اسس حي سيدي سليمان؟ حي سيدي سليمان ما عنديش فكره على سيدي سليمان. غادي نسهل لك شويه. حي سيدي سليمان ماشي بحال التجزئات ولا الاحياء اللي كاينين في مدينه بركان، يعني كيتبناو دار مور دار. هذا التبنى خطره واحد. لا سيدي سليمان، لا سيدي سليمان ماشي مقعد. سيدي سليمان في كان الجامعه سيدي سليمان كيفرشوا دابا في الطريق تما تا هو عندهم التحطاحه ديالو قدام التحطاح صافي. راك عرفت فين هذاك الحي هذاك، يعني ما تبناش بحال الاحياء الاخرين اللي تبر كان دار مور دار. هذاك تبنى خطره واحده والتبنى لوك المنكوبين اللي مشاو لهم الدور في حي بوهديله بداك الفيضان ديال 68 اللي دا بوهديله ومشاو ماتوا الناس. حي سيدي سليمان تبنى خصيصا دوك الناس اللي مشاو لهم الديور. اش من سنه تبنى؟ ما عنديش فكره، ما عنديش فكره في الاول ما كانش فكره. معليش ماشي مشكل، المهم مشاركه. ما كان مشكل، المهم مشاركه. اش من سنه اس بالضبط؟ ما عارفش بالضبط. نقرب لك شويه. سيدي سليمان ماشي جات وقد تبنى دار بدار، هي جات خطره واحده واسسوها. يعني من بعد الفيضان اللي كان وقع تاع بوهديله، الا عندك شي فكره عليه، كان وقع واحد الفيضان كبير دا كاع حي بوهديله، ومن بعد بناو لهذوك اللي كيما نقولوا داهم الفيضان، بناو لهم تما الديور وبناو لهم. شي مسهلات اكثر شحال الفيضان وقع؟ تاريخ زعما شي حاجه. نعطيك فوقاش وقع الفيضان. انايا وقع سنه 1968. 68 وهذوك الناس اللي داهم دالهم الديور ودالهم بناو لهم في سيدي سليمان، وتما تاسست سيدي سليمان. 1968. فكر ربما تبع 1980. لا ماشي 1980. يلا بقات لك محاولة واحدة نزيدها لك. 1970. ماشي 1970. غلط. ماشي مشكل. من ناس 1969. ماشي مشكل، المهم هو المشاركة. شكرا لك على المشاركة ديالك معنا. كان وقعت واحد الكارثة، أنت ولد شراع كان حمل فاض ودمع حي بوهديلة كامل سنة 1968، ومن بعد دوك الناس اللي دالهم الديور ودالهم بناو لهم سيدي سليمان وتما تأسس. يعني أنت اضرب الحساب، قول لي. الفيضان كان في 68. 68 يعني غادي تكون 70 75 لا ماشي لا. يلا بقى لك غير واحد المحاولة. نزيد لك محاولة واحدة يلا. 80. لا ماشي 80. ايوا ماشي مشكل صديقي. المهم هو المشاركة. هذاك الشيء اللي كان لاحق. حي سيدي سليمان، تعرفوا حي سيدي سليمان؟ واه ضروري. لا اودي شكون ما يعرفه. قول لي اش من سنة تأسس؟ اش من سنة؟ يمكن لا في الستينات هكا ولا في الخمسينات. هو في الستينات، ولكن قول لي اش من سنه بالضبط؟ السنه هذوك السنه بالضبط ما غاديش، يمكن في 67. لا هذا نسهل لك واحد شويه. يعني هذا الحي هذا حي سيدي سليمان كان تبنى
يعني خطره وحده ماشي بحال شي تجزئه اخرى ولا شي حي اخر. واو. يعني دار مور دار كانت تبنى خطره وحده لدوك المنكوبين ديال بوهديله اللي كانت وقعت لهم ديك الكارثه. كان جا الفيضان ودا لهم الديور وكانت مشات يعني بوهديله حي بوهديله كامل كان مشى. سيدي سليمان ندار لهاد الناس هادو يعني هاد السكنات اللي تبناو تما تبناو خصيصا لهاد الناس اللي مشاو لهم الديور في بوهديله. وفوقاش مشاو الديور مشاو في سنه 1968 دوك يعطيني فوقاش تبنى فوقاش تبنى 68 يعني باش مشى باش مشاو وغادي تكون في ديك 68 تكون شويه ما بيناتهم غير عامين هكا ما عطيني واحد الاجابه وصافي انا جاوب لي راك مقتنع به قولوا لي الجواب اللي مقتنع به قولوا لي شوف عندي هنا 67 لا نزيد لك واحد الفرصه اخرى من عندي هذا فكا زدت لك فرصه اخرى جواب اخر قول لي جواب اخر 67 سيدي مبروك عليك الله يبارك فيك اخويا صافي الفرصه اللي زدت لك جاب فيها ربي يا اللي كادو ديالك شكرا الله يعطيك الصحه عطينا واحد الكلمه بمناسبه شهر رمضان للناس اللي كيشوفونا في هذه الحلقه هذه مبروك رمضان شهر المغفره والغفران وشحال واحد اللي كان بلي مسكين عفا عليه الله راه رجع عاوتاني دابا غادي يكش عاوتاني الديانه ديالو ان شاء الله ونطلبوا ربي التوفيق للجميع لا اللي مبلي ولا اللي ما مبليش حنا في سكينه مدينه بركان مدينه كما نقولوا فيتامين سي اللي ما عندوش حتى 40 دور راه يدير لنا يضرب العصير مع راسك وكيقولوا له الطريق ان شاء الله يكمل يوفق ان شاء الله المجالس الجامعيه ونتمنى التنميه الحضاريه تكون ان شاء الله من طرف المسؤولين اللي راهم غايبين دابا على الساحه والتنشيط التنشيط الاداري الا ما كانش راه ما كان والو يجعل الله خير ان شاء الله تبارك الله عليك ورمضان مبارك لينا وجميعنا اللي في الخارج ولا اللي هنا ان شاء الله ان شاء الله اخويا رمضان مبارك سعيد دخل لكم الصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله ان شاء الله بالصحه فطوركم بعدا وتحياتي للدراري وشجعوهم راهم غاديين مزيانين تبارك الله داكشي اللي كان بيس تحياتي مبروك عواشركم والله يدخل عليكم رمضان بالصحه والعافيه باش ما تمنيتو ايوا مبروك عواشرهم والله يجيب لهم التيسير شكرا بارك الله فيك بهذا خوتي نكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديال هذا النهار نتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهده ديال هذه الحلقه هذه وفي نفس الوقت تكونوا استفدتوا بالمعلومات اللي عطينا في هذا الفيديو هذا شكرا على المشاهده بالنسبه للناس اللي وصلوا للنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال هذا النهار قبل ما تخرجوا خوتي ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الاصدقاء ديالكم مع الناس اللي كتعرفوهم بالسلامه عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله السلام عليكم خوتي هادو الكواليس هاد الناس فاتوا معنا في الحلقه وعرضوا علينا وعرضوا علينا اتاي شكرا ليهم وديما بركات وديما بركات وديما بركات لا تايد المر التراويح ها هادو اللي يقلع العيا خير من بقره مشويه يقلع العيا يقلع كل شيء هذا التريني هذا هو الرياضه ومع الاسف ما ربحوش معنا يعني كان خصهم يربحوا والله العظيم فرصه اخرى ان شاء الله ان شاء الله فرصه اخرى يلا شكرا لا خفي عليكم لا خفي عليكم